الأمة تروح وتغدو على أنظاره صلى الله عليه وسلم. إحنا على عين حضرة النبي، وحضرة النبي في عين الجلالة، حضرة النبي على عين العناية الإلهية، وإحنا على عين العناية المحمدية. وكلما اتصلت بعينه اتصلت بالعين العلية. يا سماء ما طاولتها سماء، كيف يرقى مرقيك الأنبياء؟ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومحدش مننا مهما عبد ربنا يبقى زيه خالص، لأن أنت ما بيحاش إليك، ولا أنت في مقام، ولا أنت هو، لكن إحنا بنحبه. فمن كتر حبك في النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفع ربنا يحشرك معاه في الجنة؟ ده الرسول يا عم. قال اسمع معايا كده، سيدنا ثوبان، سيدنا النبي طلع عليه كده لقى سيدنا ثوبان متغير اللون، باين عليه عيان، باين عليه زعلان. ما هو سيدنا النبي أصله، خدوا بالكم يا أولاد، سيدنا النبي دائم الاطلاع على وجوه المؤمنين، حيا ومنتقلا. ليه؟ نظرات على الأمة، ما هو مأمور بكده، ربنا قال له ولا تعد عينك إيه، فدايما يبص علينا ويشوف أحوالنا، ولا تعد عينك إيه عنهم. عشان كده خد بالك، الأمة تروح وتغدو على أنظاره صلى الله عليه وسلم. إحنا على عين حضرة النبي، وحضرة النبي في عين الجلالة. ربنا قال له إيه؟ اصبر لحكم ربك فإنك فين؟ بأعيننا، وإحنا في عينه هو. ما هو ما أنت تفهم، حط العين مع العين عشان تفهم، ما تشوف بعين واحدة مش هتوصل. ربنا قال له إيه؟ ولا تعد عيناك، وإنت كمان في أعيننا. يبقى حضرة النبي محطوط موجود فين؟ حضرة النبي على عين العناية الإلهية، وإحنا على عين العناية المحمدية. وكلما اتصلت بعينه اتصلت بالعين العلية. أمال إيه؟ خلي بالك بقى، عشان الإشارات دي مهمة جدا. هو سيدنا النبي بيعمل كده مع المسلمين كلهم، أمال إيه؟ بس أنت مش واخد بالك، هو ناظر إليك وأنت ناظر لغيره. أنت عيبك بس إن عينك متلفتة، أنت عملت مشغول بالأغيار، إنما حضرة النبي شايف. فسيرى الله أعمالكم، ومين؟ الله ورسوله كمان. قال لا، ده فيه أكتر من، والمؤمنون بيشوفوا الأعمال دي. أيوة، يعني يشوف الجلسة دي مصورة كده تعرض على حضرة النبي طبعا، ويشوفنا وإحنا بنقول سيدنا النبي في الروضة حي طبعا. لما يعرض الله الأعمال على رسول الله والمؤمنون، يعرض الله الأعمال على رسول الله إن وجدها خيرا قرت بها عينه، إيه، وإن لم يجدها خيرا نظر بعينه. إن وجدها خيرا إيه قرت بها عينه، فكان الذي كان سببا في قرة عين النبي يدخل في عين العناية. مالي أراك متغير اللون، مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت زعلان ليه؟ إيه اللي مغير حالك؟ شوف الحنان المحمدي، شوف النور المحمدي، شوف سيدنا النبي كيف كان اطلاعه على أصحابه وهو من هو. فسيدنا ثوبان يقول له يا رسول الله، حاجة عجيبة أوي جت في خاطري كده، تعباني من الصبح. إيه؟ قال يا رسول الله، تذكرت يوم ندخل الجنة وأنت على ما أنت عليه من المقام، من كتر الوجد والشوق إليك ألواننا بتصفر وبتخضر وبتتغير. طب كيف يا رسول الله وأنت في المقام الأعلى ونحن لا شك دونك؟ كيف يا رسول الله سنلحق بك، وكيف سنطيق أن نفارقك في الجنة؟ إن سيدنا النبي محدش هيطوله. يا سماء ما طاولتها سماء، كيف يرقى مرقيك الأنبياء؟ ينزل الوحي على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحظيا، يطمئن قلب ثوبان، يقول له أولئك مع الذين إيه أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.